كان نصير المستضعفين في المدرسة، كان لا يسمح لأحد أن يتنمر على أحد ويقف إلى جانب المظلوم. كذلك في جامعته وفي حيه وفي المخيم يقول: يا أبي، أنا أشعر أن المظلوم هو نفس رسالة الإمام الحسين عليه السلام، فكل مظلوم على الكرة الأرضية وكل ظالم يجب أن نقف في وجهه. وهذا الاحتلال أكبر ظالم، ويمثل اليزيد وأبعد من اليزيد، وهو كان يمثل خط الإمام الحسين عليه السلام. لذلك أنا أفتخر به وأشعر أنه بوابتي إلى الجنة إن شاء الله، أنا وأسرتي جميعا.